انا احلام مرت مولاي المهدي. هذا الزوج ديالي راجلي بالوراق، وحنا جوجنا القاضي وبورقاتنا، وديك السيده جات هنايا ووسخت لي صورتي انا مع الجيران ومع عائلتي، قالت عليا انا غير صاحبته وراجلي فاسد وكيدخل العيالات، وانا غادي نتابعها قانونيا حيتاش وسخات لي صورتي مع الناس باللي انا غا وحده طالعه مع الدار ماشي الزوجه ديالو. انا عندي 17 ونص. 17 ونص انت غتكملي 18 سنه؟ في شهر جوج ان شاء الله. لا ما عنديش مشكل حيت تفاهمت معاه، ما لقيت معاه حتى شي حاجه، كنشوف منه غير الخير، ظريف، نيه، الله يعمرها دار، معيشني احسن عيشه بخير الحمد لله. 23 سنه، ولكن هو كيتعامل معايا بحال حتى هو عنده 17 ونص، كيمشي معايا على قد العقل ديالي بخير الحمد لله. صغير بحالك؟ حتى هو صغير. لا لا بالعكس، انا غادي داكشي اللي في دارنا كنديرو هنايا وغادي معايا بخير. اش كيعجبك حبيبه؟ هذه غادي معايا على قد عقلي الحمد لله. لا ما كانش ليا في بالي هذه، ما كنتش كنفكر في الزواج كاع، مي ان فوا هضرت معاه وجا للدار وشفتو كيفاش كيهضر صافي عجبني. لا لا عمرني ما هضرت معاه حتى في التليفون ولا شي حاجه، حتى جا ودق للدار نيشان، والحمد لله مو ظريفه هو ظريف الله يكمل بالخير. شنو عجبك فيه؟ كلشي عجبني فيه، كنشوفو كيبغيني بزاف، كيهتم بيا بزاف، ما كيخلينيش كاع باركه في الدار، اجي نخرجوا هنا نمشيو هنا نشري لك هادي شو بخير الحمد لله. حيت ماشي هو اللي منو لافوت، وانا ثقت فيه وبين من الوالدين، شفت الام ديالو هي الاولى كديره، فبين الولد كدير وهو في شكل ولكن انفا باش كتكون الام زوينه باش كيطلع الدري زوين، حيت الا كانت الام خايبه راه الدري كيكون في شكل، ولكن المهدي بوحدو. لا 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 كيدوش ليه كاع هادشي فعل، حيتاش انا عارفه دابا ملي كيبغيو شي وحده كي هو كيتعلق بها واحد فشكال، هو ملي كيقول اي فوا كيقول الدري انا وليت كنبغيك كنموت عليك، الدري كتحل كتولي باغا تفرض السيطره ديالها، جيب ليا دير ليا هادي، هذا هو الغلط ديالو مع الاخرين، حيتاش كيبين داك الحب ديالو كيبينه انا سبب العفو. لا لا واثقه من نفسك؟ واثقه من نفسي وانا مع حتى الموت، هو اللي زاد قواني اكثر. ما قامعش فيه؟ لا جامي لا، كل صدق احنا ما اقسم بالله العظيم ما غلاتكش فلوس، ما غلاتكش امريكا، ما لا لا عندك حتى شي نهار تخلي لا لا عمرني هو عارف هادشي. لا باش نموت ان شاء الله. اللي مخليك متيقه انه غيتيقك هو، حيتاش هو كيشوف كلشي بعيني، انا لقيت النص ديالي هو لقى النص ديالو، حنا ولينا واحد الحمد لله تفاهمنا. كنتيق فيه. تنتيق فيها، واخا مع حلفت عمري ما نعطي الكود ديالي لشي وحده، نعطي الكود ديالي للكوفر ديالي لمرتي احلام، ما عنديش المشكل. هو عاود ليا مني جا خطبني وقال لي راه كنت مع وحده وعاود ليا كلشي، وانا صدقته قلت ليه خليها سير معاها قانونيا حيتاش هو داعيها وداكشي، ما كنظنش انا غادي تجي وغادير لي الشوا هنايا والناس وحطت عليه شي حاجه ما كايناش. انا بغيت اقسم بالله العظيم من نهار دخل دارنا بغيته، كنشوفو كيفاش كيهضر وداكشي تعلقت بيه. جيت مطلوق قالت لي اول حب في حياتك؟ عرفتو يكون هو راجلي وتاج راسي الله يخلي لي. فيتا درتي شي علاقه احلى؟ فيتا تخطبتي؟ فيتا كانت عندك شي علاقه؟ فيتا مخطوبه. وشنو وقع؟ علاش ما كملتيش؟ ما كتبش ربي، ملي كيكون مزوج شي وحدين كيكون مزوجهم بالسما، بحال كنت كنتسنى في مهدي. لا وتا مهدي شي هضره انا محتفظه بها راسي ما قايلهاش ليه هو، حيتاش كنموت عليه. اول حب اقسم بالله العظيم شي اول حب في حياتي. لا كان من العائله، كان ولد خالتي. كيفاش كدوزوا نهاركم؟ كيدوز زوين دغيا كيدوز، ما كنحسوش به كاع. طلقها هو قال لي انا طلقتها طلاق غيابي، طلاق الشقاق اللي ما حتى هي غابره. لا هو ديجا داعيها قبل ما يعرفني، جات هنا جات للدار، جاب في الاول بالليل جابت جدارميه، حنا كنصاحبو شي شفار ولا شي حاجه، حتى 12 ونص ياك 12 ونص ديال الليل. ايوا صافي قال لي جا بغي يحل، قلت ليه لا ما تحلش، ما ربما يكونوا شفاره ولا شي حاجه تطلم ديك اللعيبه كيسدوها، قلت ليه يكون على الشفاره هادو ولا شي حاجه ما تحلش. الغد لي في الصباح انا كنشر حتى بانت ليا الجوقه، شوف تي في والناس وكتكذب كتقول لهم هادي راه صاحبتو، حطات عليا شي هضره ما كايناش، وسخت ليا صورتي مع الجيران
ولو كانوا كيشوفوني كيقولوا لي السلام، دابا كيحضروا راسهم. خداو ديك النظره ديال هذه راه صاحبته مطلعه للدار ماشي مرتو. انا مرتو بوراقيه والتكاتيبه ديالي وجوزني القاضي. القاضي قال لي انا نجوزك بمولاي المهدي الوالدين ضروري. كنتي كتظني شي نهار انها غتجي عندكم للدار وتقول لكم هادشي؟ لا كنقول ما كنظن. صافي هي سافره ما غاديش تقدر تبان مني سافره ليهم ديالي رزق وداكشي ما غاديش تبان. تصدمتني هذا ما كان. عرفاتك هي قبل هما كيقولوا لها شي واحد كيعاود لها عليك يقول لها هذه راه قاصه وسميتها وهذه هي كتسول عليا. ومني جات في شوف تي في حتى في شوف تي في قالت لهم هي ما عارفه سميتي، قالت لهم سميتي وانا قصير وهذه وهذه شي هضره اللي ما يعني عارفه غا انا ومهدي. اه باحثة قبل فايت هضرتي معاه؟ لا ماني هضرت معاه مره وحده. عيطات مع الساعه ونص مع الصونص ديال الصباح قلت لها شوفي هاد النمره راه ديال راجلي ما تبقاش تعيطي لي صافي. وقالت لي انت ما مربياش انت وراجلك وهادي سميتو وانا نقطع على ما بغيتش نهبط داك المستوى. غنبقى نتناقر انا وياه. قلت لي صافي خليها سير مع قانونيا انا نبقى بعيد على هادشي. ما بقاتش فيك هي كمراه وانت امراه؟ لا ما بقاتش فيا حتى اللي كيدير رزق عباد الله وشفار وطماع وكذا ما يبقاش فيا. باينه فيها غداره شفتها في التصاور وشفت تصاورها اللي كتصيفط لصحابو عريانه وداكشي طاحش من عيني عريانه وبين وجهها. لا دانا باقي ما صيقش الخبر لهادشي ديالها. هي مازال ما شافوش هادشي؟ لا مازال حتى ما تاكدناش بلي هادوك راه جدارميه. كنا كنصاحبو شفاره ولا شي خوها ولا شي واحد كي حتى لك ما في النهار بزاف ثلاثه الكوار واحد في الصباح لا رشقت لي لا لا ديما ضاحك ديما باخر. لا ما نبليش من داك النوع اللي كي الضحكه ما عندوش علاقه بيا. لا زعما داك النوع اللي كيكون مقطوع ما كيكميش وهذه لا كيكما كيما كماش. لا حيت هنا فين خاصني نوقف معاه هنا فين غيحتاجني وهنا باش غادي يعرفني راني معاه في الخيبه وفي الحلوه. قاد انك تخوضي هاد المعارك ديال المحكمه قاد على وقادات على هي وقاد على عشرة منا وقاد على كل شيء. واخا انت باقا صغيره في العمر؟ واخا باقا صغيره انا مع اه داكشي من عند الله. هذيك الثقه في النفس وداكشي من عند الله. انا اللي معاه اه باغا نمشي باغا نبقى معاه في اي حاجه فيما يبغي سميتو انا حداه. يعني مشى لملي كانت تمشي معاه؟ اه نشرك معاه كلشي. باغا ديري وليدات؟ باغا وليدات قلتها لي قبل من تزوجها كاين الولاد. واخا قال لي باقا صغيره تعيشي حياتك هذيك لالا هذاك الشيء كيبقى بوحدو ولكن انا الوليدات عزازين عليا الحلم ديالي هذا وان شاء الله دابا يتحقق. فين قريتي احلى؟ انا السينكيام ما كملتش. علاش ما كملتيش؟ ما كان عاجبني الدومين ديال الحلاقه ودخلت لي و صافي. قريتي خدمتي؟ اه قريت ودي الدبلومات ديالي خدمت بخير. لا ضروري غادي نخدم غنخدم ماشي لحقاش انا مخصوصه ولا خاصني غير باش نلهي الوقت. اما الحمد لله كلشي موجود. يعني ماشي مشكل مادي مفروض كمهدي؟ اه كلشي مفروض. هذا خد رافق طعم ماشي حاجه باغا. لا لا الحمد لله جيتو شفتو كلشي بعينيكم الحمد لله. ديما واكله شاربه تلاشي غادي تطيح الحمد لله. ما تخافيش تندمي على هذا الزواج من هنا لقدام؟ لا عمرني ما ندم بالعكس كتبقى احسن لقطه دازت في حياتي. عمرني درنا العرس واخا كورونا درنا داكشي في الدار ولكن خفيف كاين من بعد دابا ندير الاسبوع. كملتي 18 عام باش ندير العرس دربان وباغي نتزوج بيه عجبني. لا حيتاش اصلا كنعرفش بوحدو في الدار وباغي لي ونس وحسيت بيه انا زربان على الزواج. واش هو زربان؟ لولا القاسم انا حتى الا مشيت معاه غنبرك حدا في ما دار ندور معاه. يعني ما غاديش تفوتيه؟ لا تخدمتي ديال راسي تخدم معايا الا بغات غادي نقول لها الله يهديك وجمعي راسك ما تبقاش دير رزق عباد الله وراه كاين الموت و 37 سنه خاصك تنقصي شويه وتداف طريق الله شويه ما تبقاش عاطيه غير الفساد والكذوب والنصب والاحتيال على عباد الله. والله يسمح لك زعما جمعي راسك بركه. شوفي شحال راه 37 عام وانت كتشفري وكديري وكديري بركه. و هادشي دابا انت غير عاودوا لك مهدي ما شفتيهش ولا شفتيه بالدلائل؟ لا حيتاش هذا اللي لقاني انا بيه الباتاشرون ديالو عاود لي عليها قال لي راها كانت كدير وهو اصلا دات قلت لها تا موتها هي عاودت ليا هي اللي هرساتها من رجليها وباقا لحد الان ما كتمشيش على رجليها
وعودت لي كلشي كانت كتصفر ليها ودات لها حويجها وداكشي كل انا تيقت هاد الناس وانا معاهم فهادشي ولا دربنا كله ماشي جاب ليا سنسله وكورميت وخاتم طوينكا ديال الذهب وكساني والحمد لله. شفتي بان المراه كتقدر داكشي اللي جاب ليها راجلها؟ المراه كتقدر بالفلوس ولا عندها شي قيمه اكثر؟ لا 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 يعني واش الراجل ملي كيكون عنده الفلوس حتى داكشي كيكبر يعني لا الا عطى المراه صداق بزاف ولا داب بزاف كيكبر في عينيها؟ لا انا ما عنديش ديك العقليه واخا هكاك ديال قد ما عطاها صداق قد ما غادي قد ما غادي يدير لها العز. لا مش انا قلت ليه جيب لي في الصداق قدا وقدا قلت ليه ديك 3 مليون لا والله ما طلبات انا كرهتها داكشي اللي عاود ليا ما وصلش ديك المرحله ديال غادي نحط راسي في بلاصتي حتى صافي طاحت ليا من عيني. كون كنتي في بلاصتها شنو ديري؟ كون كنت في بلاصتها غادي نهرب ما غاديش نبان البنادم ما غاديش ندير الشهر راسي وراجلي غادي ما غاديش نبقى نبان. وحصلتو مع وحده الا حصلتي دابا مهدي ما وحده شنو ديري مثلا الله يحفظك اش ندير ندخل نشركهم بجوج كيفاش غتشركيهم بجوج ندخل عليهم الا كان الباب محلول فحال زعما يعني قالوا لك راه مهدي راه معاه وحده في الدار مثلا شنو دير انتيا فهاديك اللحظه واش تجيبي الامن واش تسناي واش تميكي انا عيطت ليه هو الاول نسمع ليه من بعد حتى لا قال لي راه هادي غادي نجيب ليه الجدارمية اما قالك ما كندير والو غادي نبدل غادي نبدل الا كنت شاطره ودايره لي داكشي اللي قال هو غادي نقول لي الله يسهل عليك الحمد لله. كتغيري ولا ما كتغيريش؟ كنغير عليه مناش كتغيري عيني شويه زي غير لا لا بلا كيشوف كيكون معايا ما كيتلفت لها لا يلا كي كيبغي يديرها كندير فيها كيهبط راسي كيبغي لا زعما يلا كي كيقول لي شوفي كندير لي ديك هكا كيهبط راسي لا انا غادي نمشي معاه قانونيا غادي نمشي حتى انا نديكلاري بلي هذيك السيده جات حتى لداري وجات كتوسخ لي صورتي انا مع الناس والجيران وعائلتي كيعيطوا ليا وعائله راجلي حتى هما كيعيطوا ليه خداو عليا صوره خايبه وهي ما عندهاش الحق تجي وتقول فيا شي هضره انا ما كايناش. الجيران عرفوا الحقيقه؟ الجيران شي عارف شي ما عارفش. شافوا الورقه ديال الزواج شحال من واحد وريتو الورقه ديال الزواج دابا وليتو نتوما كدورو كتوريو لعباد الله ورقه ديال الزواج هانتوما راه لا بلي هاد راه غادي راه حنا مزوجين لا لا والله الا باخر ما كاين ما احسن من الحلال وحق الله وراجلك حداك الحمد لله